إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حكيم بن حزام وصحابي أفرتنات كمدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تاريخ ده هي مسيرة ده أن الله نوع العين الله قبل الله بالرمضان على شيء إنه نبي يري إن بمكة لأربعة نفر أرضأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام، أحدهم حكيم بن حزام. مكة واحد بقن أو كنول أفر قفوت أو أن runtii la jeclaan lahayn inay mushrikiin noqdaan oo aan la jeclahay inay muslimiin noqdaan. Mid ka mid ah afarta waa xakiim ibn xizaam buu nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. Marka kelmad arbaa bikada waan kala sarreeyaa, mustawaha inay usoo degaan inay mushrikiin noqdaan wax laga filaya maaha. فلي كاتب كمركة هل أتاك نبأ هذا الصحابي؟ هذا الصحابي كان والنبي يقول لي هاي إسلام ما لجع لان لها أو شرك لما جعلي خبر كيس مكسو قال لقد سجل التاريخ أنه المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة المعظمة. تاريخ ذو حي قرتي إنه يهي قفك الكلية ما كان لحديدة ما كعبة لحديدة لقول نحن لك دينو يرادو صحابي قال كعبة دحريدة كنا الشيء كومو وحكيم بن حزام الشيء كليو بي تاريخ لها يساء كعبة دحريدة يقول الشيء. أما قصة ولادته هذه مركة أن أبحنو مركي ودلاني السداد وحايا هاي، فخلاصتها أن أمه دخلت مع طائفة من أترابها إلى جوف الكعبة للتفرج عليها. مركا إسادة نحر كيادة لسوقت بيوح ليه هو يدي الله سعوتا أو الروح الضمرة ويادة أصحابتي إذا هيوحي قلان كعبادة قده هذا سي مركا قضاء وضاء محمد شكيجير. وكان يومئذ مفتوحة لمناسبة من المناسبات، ما إن كان مناسبة ديرتي كعبادة الوفورة عن كهل لأنه قبل الإسلام، لأنه كعبادة هي كعبادة وجي استداد المسلمين هاي حالاً لقاه اللي يسحابي هو ده شيء اللي بيقوله ما هي سوى مسلم عدد المسلمين أي ما يعني سي حالاً لقاه اللي ده. وكانت ولادته أنا ذاك حاملاً به مر كان هو يدي أركي سي لهيت، فجاءها المخاض أما ففاجأها المخاض وهي في داخل الكعبة فلم تستطع مغادرتها. الكعبة فوش يكون كذلك ويوتي من إيضاً كعبدا بده هذا نح جوكتا ما يمشي كتير كده لأن قفل قطيبة هاي ويكون خصب ريد مكة ماشى. فجيء لها بنطع فوضعت المولود عليه كده بح الله كان ما عرفت هرج ير أو المها هرك كده الدجيل أو يكون مشي. وكان ذلك المولود حكيم بن حزام نخويلد ويلك مالك على دار مركب روحها حكيم ابن حزام ابن خويلد. خويلد مركز التلمامو وحباه وصل عليه، وهو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وحا دواء خديجة بنت خويلد وهاي خويلد يقول رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يقول سدي مركز ولا كتبان مركز حكيم ابن حزام ابن خويلد يوحوا هذا الشيء حزام بن خويلد هي خديجة بنت خويلد ضوض هذا الشيء مركي إيه دواء. نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب عريضة الجاه واسعة الثراء وعكوسه برباري رير كنتي أصلهان أبتسين كود ويهي مدادة الأسرة شرف إيو ماموس نقولك بشدة أنت إذا كلا هدي إذا قال إيو هذا انتنما إنه قال لهي نضدي لهي أفدي أي هاي. وكان إلى ذلك عاقلا سريا فاضلا فسوده قومه
وأناطوا به منصب الرفادة وحقلوا تأوه ليه إنو أهانن إسو عاقلة وقرد له هدنا سريئة وشرف له فضل له سادست وحي كانت إن أي تلقي سيكدك تان سيدة يكدك تان كدبنا وحلو ديبي وحلو يقان الرفادة الرفادة مرك الله قهر لي تاريخ له وحلو قوضا قفك كعبادة يمسول كيها ددك حجاجة إيمانية يددك نوعا ما يهلك سهيدو يكاقا قوضي وقف ويا قف مرك أجرجاري وأقيم إلى ويرفير سيستم قصة ليس أو ضدك لو جرجارو قف اللي قف كي حاجة وحمانت لو يقان السبيل بعدد كسيان هدي بيه يعني نقل لها هدي وحي العون لها نقل لها هدي قف وحي مركا ساد وكدين لها أما صحيح وكدين لها إنتو حاجة وصعود منصب كانوا منصب آدي أدو سرية قف كسلم السينجين مركا ما دام وهانين بشري انتي لك لكام دح مغضى السوشيال ستارس هذا دو سرين رنتي وليها بموضوع عاس أما بمنصب كالودي فكان يخرج من ماله الخاص ما يرفد به المنقطعين من حجاج بيت الله الحرام في الجاهلية حوله سجار كأه أيو كب معركتي وكب حنجري ضد كأه وكتا كولين لها يعني ماها وحول ملك حريسان اللي هذا تريجر كي نوهي أما هذا إنه حسابيه هل كان ما واحد يجي تحت جيب كيس إنه ضد كي مركا ومركا ومعرفتي وحكسين جري وقد كان حكيم صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلوات الله وسلم قبل أن يبعث حكيم حكلوه لي إنه أها نن نبي صاحب له هو ذي دبقه إنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان مركي وحكو صبحية انت الشيء مش كنت درصدي او لغلية هو ان كعبالة كل احدى شيء خديجة الله مستعان واهي دوا هاي نوحو على السيد بوها نوحو اها قعان فرن او دادك كما موسى اما وحو غلو وغه جيب كيش وحا نبي صاحب لها انت صدن بشوتك فهو وان كان أكبر من النبي الكريم بخمس سنوات إلا أنه كان يألفه ويأنس به ويرتاح إلى صحبته ومجالسته حكيم بن حزام يدعو النبي كوينا شنسا حكيم بقى شنسا نوينا صاري تاي حدنا النبي مركا أولجو وهي شنجري وانا أود المجري لفريسة كيسي وذا هذا الكيس حتى النبي صلى الله عليه وسلم هرونتي آد بمركا وقول راحي شنجري وكان الرسول يبادله ودا بود وصداقة بصداقة نبي قال إسنا سكر بنكي سكر إسنا الكاس وناجا وقال إسنا وقال الجري سو أجعلها وأجعل الله صحتي ما كان يحس الله وني نوحى هاي نمتع شو ملحة ملحة وآدي أد سقده وأصحابه أرنتي روح دون أي ولا حس ثم جاءت آصرة القربة فوثقت ما بينهما من علاقة هذا تروح سيكر بي وحابتي مدبا حرر كان أيهيم وقرمة وذلك حين تزوج النبي من عمته خديجة بنت خويلدي مركي النبي صلى الله عليه وسلم وحكيم إيدالي بوسر خديجة هن على قد إنتي ويكسي دل العضي أو محايا لمركة كان وقال حيد النوال النقضي قرابة مركي إنتي ويكسي دلوات مركة إنتا وحرر كان لحي النبي صلى الله عليه وسلم إيه حكيم الحزام وقد تعجب بعد ذلك وبعد كل ذلك وقد تعجب بعد كل الذي بسطناه لك من علاقة حكيم بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا علمت أن حكيما لم يسلم إلا يوم الفتح وحصل يا بيساب ويرقاريه وحان ما تدن أن كايها اللي نقول لا نحي حكيم النبي علاقة وين بك بحيث مركة الغوشة طبعا نحمر كيبا تصور قوصة بحي بكوي هاي إنه هنينك أغرى النبي هي اللي إنه قمضان وجرب يستعمل دهنا مرك الدعوة أنا يقول الله رتب نينك مرك هذا كل عنده إني هقوم وقنيس لكن وح غريبة حكيم كسيدة أها أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو إسلام سنة كسديدات أو مرق إسلام أنت مسلمان حيث كان قد مضى على بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يزيد على 20 عاما مركي نبي نبي صلى الله عليه وسلم النبي يسوع سار كيس وكسو وريجي يسوع سارتان كيس الله بعثنصر لباتن سنه اي كسو راغي ان ها او اسلام كو سوغر لباتن كا سنه هو اها اوف عدم كو اه اما نوعا ما اسلام كدن كره وانو بخي دونا وخي ما كان لنو غشي دو فقد كان المظنون برجل مثل حكيم بن حزام
حباه الله ذلك العقل الراجح ويسر له تلك القربة القريبة من النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون أول المؤمنين به، المصدقين لدعوته، المهتدين بهذه، ولكنها مشيئة الله ما شاء كان. وعلى فيلي روح حكيم أو كلا بوس كاتاغن الرب جاي وكوكا الله يستي عقل قافة دي أرجح عليه قرابة دا إساقي النبي كان أقول لحي إساقي صداقة دا وحالا في لي إنو النقضات مؤمنين تا كان غري النبي كان رمايا صلى الله عليه وسلم هنون كان قاتل لكن هو مشي إلهي معاتي قبل كرتا وإلهي الدونة أم باسو عنه. وكما نعجب نحن من تأخر الإسلام حكيم الحزيم فقد كان يعجب هو نفسه من ذلك سن إنه أولا يعبان هولانا ومحاها كي والراجي ديبو ديجي إسرح يتاب إسلا يعبان إسرح إسلا يعبان يعني إن بعضه إن 20 سنة وكسور رأي إسلامك وأنو مركي وهرك مرحبا يسينين إسرح حتى وحي كواهد الله يعبان. فهو ما كاد يدخل الإسلام ويتذوق حلاوة الإيمان حتى جعل أو يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها من عمره وهو مشرك بالله مكذب للنبي. مركي إسلام كسا أصول قلي أو ودمي معانك وإيمانك وليه هاي أو يحب الله بأنه فرت ساء وقنينه وكقوم من يدقي قد والبقى نلاشي سامرتي سامرتي إسوه مشركة إلهي رسولك سلام بيني. فلقد رآه منه بعد إسلامه يبكي فقال ما يبكيك يا أبتاه ما يبكيك ما يا أبتاه. مركو صا إسلام كدب بقى ويلكي وحارك ويلو لغاية بقى حكيم مالس كفر ديو اسكو اوهي مركو سويد أبو محكا اوهي. قال وحير سوى جواب أمور كثيرة كلها أبكاني يا بني دور الريموت اسكو تغي اسبير سدي بايو هنا يسبي اولها كو وحن لو يا بني بط اسلامي مما جعلني اسبق الى مواطن كثيرة صالحة حتى لو اني انفقت ملء الارض ذهبا لما بلغت شيئا منها. ان انكر هاجي وان ديبو غير دعاي وان هلالي واي قابك لدوان ورنتي آدي دوان أكسانا هاي إنا قوب جود نغضر وما أنت هدي أرضا مجيدة ودهب حتى هدام بحي أنا قارك وكه ليا نزوات كي يدولا النبي يدويون كي كالدوناء النبي صلى الله عليه وسلم وقال مواقفتي كالدوناء صحابة نفسدو ذا يهران ما لا أبو جعلا إنو قوب جوك مكا نغضر ما لا أصدو أنك الرأيوين ما أنت هدان يصير هذا بل أنت كاتكتب بل تعويد كسمه سورة قلمة حتى عدام بحيب لأرض المجيد توامي. ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد فقلت يوم إذن في نفسي إلهي يقبل بالي بيرماني كي بدر يحد لأن دقال قبل أنك رؤى يسأل قال كاب ويرب النبي القوى إلهي بقبل بالي بيرماني من كان سمحا يقول لا أنقلا يعني رؤها عينا ك طبعا وحن كوضا إلا المشرك ومرها ضوءها هل كاس ومرك أنك سكسو جيدا لكن إلهي سبحانه وتعالى مكة مقدرة إنه ماشي مكة وصول قرب مركز صلى الله عليه ربي لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله ولا أخرج من مكة فما لبثت أن جررت إلى نصرة قريش جرا وعير مالك كدي محان قاتل قوانا إن أنا قريش أهل وإياك إن تان لصفت النبي قوير أن كن قل وحان قاتل قوانا إن المكة أنا كبحين لكن وابا قدر الله وحان على نمك قريش أفرت كيسو إيمانيين وحدين إيه بوح عارف يسوى سال لود جيلة أو ما عرفت هيل كود يقرب يستاق كود نحلة كجيلة كان هو يقول عذاب يقول. ثم إنني كنت كلما هممت بالإسلام مركز صان إثراد الإسلام وإسلام قلبي يوصل قال نظرت إلى بقايا من رجالات قريش لهم أسنان وأقدار وحمرك يبقى عن من الحساب يقول رجوا وين أو قريش كم يدا أو دقي قدر بها دين قال هذا ضد ما عرفت مال في عن تاجنا كواس متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية أولي كل دقل أرنك الجاهلية ذو الدين حمادية فأقتدي بهم أوجابهم يا عمرك كل دين جري أو إسكالس عن جري بيلي تانا وحي كانت إنا دبو دعو ذاتك وحا رنتي قفك قرق توري كرا أمر الهبامين ترى ذاتك أو كل دين أساق بيسا ويا ليت أني لم أفعل رنتي وانك قوم مين يبيل إنا نصمين بأهي فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبارائنا فلما لا أبكي يا بني وحكر إن هلاقي ما الهم بيري إن أنا هاي إن كل دين إن أبيوجين أو ياشين أو مركه هرب ولون سنة ومحل له أي بيري تانا وحي كم يتهاي وحيابها وكقوا من بيرونتي مركو إسلام وصاق الأسيري رضاضا بألها الجوج لهين ورضاضا سأقول راجي لهين أو حبس ويدي كم يت
وكما عجبنا نحن من تأخر إسلام حكيم بن حزام، وكما كان يعجب هو نفسه من ذلك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب من رجل له مثل حلم حكيم بن حزام وفهمه وكيف يخفى عليه الإسلام، وكان يتمنى له وللنفر الذين هم على شاكلته أن يبادروا إلى الدخول في دين الله. سيدة إنك أن الله يبنى لأن هو محادي بودي إسناء إسلي يبين هلي ومحادي بودي والنبي صلى الله عليه وسلم حتى والله يبنى نين عقل يا جرات حكيم لها او كلي فهم كيس سي صورت قال كون قد اسلام كما كان مكبر صوم وصورتك انت النبي صلى الله عليه وسلم السجع يكوكر الله مدين الهي وحو كبر جري اما النبي تمرين جري ان اسلام كاس يكسو دق دقان الدين تا يقلها. ففي ليله في الليله التي سبقت فتح مكه قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه هبينك مكه انت على الفرن يعني هبينك الفرن دونه مالك الفرن دونه هبينك كهري والنبي صلى الله عليه وسلم حيري أراني أن أردت كسر لأن كوب الله أن عضلك إن بمكة لأربعة نفر أربوا بهم عن الشرك وأرغبوا لهم في الإسلام مكة واحد ده جنب رأف الروح بقصوغا وأن ردي شركي كسر ريسين له أن لجع لهم أن لجع لهم الإسلام مقضى قيل منهم يا رسول الله رسول الله واقوى أفرت أمرك طبعا حسي حكيم ولا نوصل شيء سواء كرنا لكن زد هذا الكلام حياة وحكى لها إن كو عتاب نوسي لب جبير بن وطن صد حكيم بن حزام أفر سهيل بن عمرو أفر تاب النبي صلى الله عليه وسلم لها كوا سما هاي إن مشرك النمو يشرك كل رجال ما هاي وحاي هاي الإسلام كأطفال ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا لا إله إلا الله يبين لما أنتوا إسلام خارق من التاريخ ده وين صمت وحين دخل الرسول صلى الله وسلم عليه مكة فاتحا نبي مرق مكة صلى الله عليه وسلم فرنا وسنة سديات بل سوق قاري ومكة فرنا أبى إلا أن يكرم حكيم بن حزام فأمر مناديه أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حكى قال لك إنه إكرام قارة أما موز قارة أصلا بيني كان حكيم بن حزام وسجار وشرفه أما موس النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحير أراه معروف وحير من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فهو أن نبي ما كوفي المالكة قفكي شهادتين كقراء وإلهي نكلي نبي محمدنا أدون الله إنه يهي رسولك إلهي هرت وآمن عد وحيي ليس أي ملا للمكة لصوغل لر ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن قفكي كعبة أكثر هبكي سهلك كتيريا هب ديكتاي إذن هو آمن حكم معركة سوء قارب دون مكامل صدح ومن أغلق عليه بابه فهو آمن وفي دارتي سوء حتى وضيع لي واحد لما كفر السنة آمن ويقول نعم حكم ما يريدون ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وفي دارت أبو سفيان قال أنا حكم يريدون وآمن ومن دخل دار حكيم بن حزام وكبر دارت حكيم بن حزام قفك قال أنا فهو آمن وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة ودار أبي سفيان في أعلاها هالضباء حكيم بن حزام دار تيس وحي كتير دانتا هاسة مكة هل كتي أبو سفيان ماشى السراء دانتا سراء مكة هل كاي كتير لو هذا دارود قفك قلاء النبي بحي صلى الله عليه وسلم أهل مالك هم مركة وعيك إن محن بلنا مقنع وكل من داخل دار أبي سفيان لكن حكيم بن حزامنا مالك والله شايرون هانتي أدو تصوره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهل كي مدح دي عيشو أها ماشو كل شيء هاي لغا صاري ديب كا أغيد لو جيستي وهارد التما ويسوى قحة مدينة منورة تغي ويحيش كل دعي يميد مركي فاتحا السقو فرطي مكة المكرمة ويحيو أنا أيسو ديبي أو خطبة دي خطبة دي سيقول لي هاي ماذا تظنون أني فاعل بكم محاب ما أنت كفل إيسان إن إذ يلي تون أو إن كسر من دون وإليه أخ كريم ومن أخ كريم وأمان ولا دقائق والنبي صلى الله عليه وسلم يرأمنا هذا كي النبي يوسف عليه بكثير من بعد الليل وآه اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم إسحاق شرطا بمجر تأو ما أنت وإسكتين عفين بيلو سعلا حرباتيين ما لك أمرك ضدك لوفي دي أمانك لوفي دي وحكم ذها حكيم الحزام أبو سفيان صلى الله عليه وسلم أسلم حكيم بن حزام إسلاما ملك عليه لبه هو إسلام قلبي سودان صاو هانت
وآمن إيمانا خالط دمه ومزج قلبه. إيمان يجي سساو لفظ قلي قلبي يسني كان حد شيء وآدو ده هاي بو إسلام يعني ما ها إسلام كهكلاء قفنا وحلقي يا إن ويحمرك for granted بقصو قاران وكلا لا إله إلا بشيمها قفك ويسكن من نبي كده ندري يسور على أم إسلام كونه نو إسلام ده حال أبي بقى عندي رأي هل كاسن كسر جيدا وان كل شيء إسلام كاسو كلا دم بدن ملا هدي إله سبحانه وتعالى قفك لكن نيجا كان وهو إسلام إسلام لا تابن كرو حنا كوب جان دون تا سيرا وصو صوت اللي نو شيء وآل على نفسه أن يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية أو نفقة أنفقها في عداوة الرسول بأمثال أمثاله. وعاد ودار مري دار كمري إن وكفار جد ولا إيمان ضانه يسوي ككفار جدانية موقف والبقى صامر الجاهلية شيلين والبقى ركوب بحير النبي قال لا تجعل لك إن عدو تنبه النبي صلى الله عليه وسلم إنه بحين ضان أنت يتبون الله بكيد إنك بضمبا وقد بر بقسمه بقسمي دارت انا كنتي بمول مري او سيدي تهوف لي من ذلك وحابه كل دقائق وحكم لي الا انك كان هو الربا معرفتي كفار قلت سامي سوما انه آلت اليه دار الندب وهي دار عريقة ذات التاريخ وحاج عنت اصول قلب او يسال ملكي يسال مقتي ذات لقا دار الندب وبرلمان كي قريش وقال كي كشير الجليل وهالكي قام مضى ديسيشن ميكرز كي فري سن جري وهالك واحد والبابا النبي قال له ما ليجي معرفتي ليش يقول من جري ومركي والنبي قال صلى الله عليه وسلم مركي تلمامي في القرآن الكريم في سورة الأنفال مركو تلمامي وتمركي الشيران وهيكو الشيران ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وهالكي أي وهالكي شيطان كصراط من مالك يسوس السورة ذي ماشي ونتيمت وضدك مركا وماله حاجة دي آدي رنتي مالوين يعني أورنتي هو أه أستانو أه جريتان كنيشن أي نيشن مدو دانا هنضو ما جريتان كير دارتا إساقا إسكال هماك قعنتي أصول بش ففيها كانت تعقد قريش مؤتمراتها في الجاهلية هل كابي قريش مؤتمرات كير كسمي سنجرتي وفيها اجتمع سادتهم وكبراءهم يأتمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هل كاسا وضياشي لدد كير وين كشري جيران سنبقى حقار ومريقان وقم عليه هم فأراد حكيم بن حزام أن يتخلص منه حكيم مركا راح أو ضارن إنه دارتاس مركا فرح كلامه وكأنه كان يريد أن يسدل ستارا من النسيان على ذلك الماضي البغيض فباعها بمئة ألف درهم مركا بحر مركا سيء وبقض ضبالة وماضي قاد تجي وحرق تجي فلكا فاشح عرض إلهي السبب سيسوق دم بلو إلا هو وأن وح وجود أويا لنا بو يلا دم بسدافي وحسية وكبعية بقل كن أو درهم فقال له قائم في تيان قريش نين اللي يردي رأي قريش كم إذا أيا الله لو الحيل لقد بعت مكرمة قريش يا عم قريش شرفت هذي بسوق جيسي أدارو وحقها هل كأين فراحك قادمة لكن وهذا قريش سوق جيسي شرفت هذي دم بسوق جيسي فقال له حكيم بقى جواب الحيل هي هات يا بني ما هو يلماشت كي يجسد ماها بمعنى وادخل ضن تهبي ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا التقوى وحان أيدك وإشك شيطان ومكرم شرفت الشيخ تأول كل دي سبيل شرف هذا يجلت وحاون هرسن بي تي ألك عرشي لأي وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة وحكى لنا ما سوق جين بيو ما بيعين كل يوم حرر الشيخ كماشي قسو قلي إنا سيستو قري جنة كيان بيو وإن أشهدكم أني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل وحان إذن بالخاتي قلنا إلى الكين شين قال كعيس وقال إنا وضد إلهي أن يلي أو طان كدي وحي إلهي سبحانه وتعالى ودرتي له به طاهرت وطلبت كوات مجنسة شين كيسي إنا وضد إلهي لر وحج حكيم حزام بعد إسلامه فساق أمام 100 ناقة مجللة بالأثواب الزاهية ثم نحرها جميعها تقربا الى الله مركي اسلام كذب واتو حجي كذب بقل حالات بهروش وكحي او صح مرة دش الله صار له يدر اجد قرح بلا مركاسو مر و كل دبي ام كو غورعي كعبه هرتيده تقرب الى الله تعالى وفي حجه اخرى حج كلها داحي وقف في عرفات استاغي
هلك عرفات بنك عرفات بيشتري، ومعه مئة من عبيده، وقد جعل في كل عنق في كل عنق أما في عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه عتقاء الله عز وجل حكيم حزام. وعسوك هي لأن حوالها بوها ضد كان واجع الضمد ولا الهنجري بقول الدومي يشكوي والهاب وكاري شو استاجي هل كدت كي شو جيما دن عرفة مدلو نقارت في أسر أسري معرتي نقش ير أيكو دول وقرنتها أمور معرتي في الضير ودوش وكجقر عتقاء لله وحنا لم إله درتي ولا حري طان وطلابك وقالوا ثم اعتقهم جميعا كدي نو حري صدح. وفي حجة ثالثة حج في سد حد مكة لجاراندا ساق أمامه ألف شاه، نعم ألف شاه وروسه كحي كريود، وأراق دمها كلها في منى أرجاك رضا بدنا كون كجاري هلك سكوك جورعي، وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا إلى الله عز وجل أو تقربا إلى الله عز وجل كيلو كما يشاء مالك رنتي معركتي وحال قلما وحا مالك اللي بحي أما لو قودي دتك فقراء إلى يسوي دوان أنت مرك ومواقفك للدوان وحي حل وح الله وحي استوى كمضى إلى مركب مري هدي أري نقل لها هدي جيل نقل لها هدي شل نقل لها هدي دار نقل لها قضي لها يكبر. وبعد غزوة حنين ضيالك حنين مركو دمارك سأل حكيم بن حزام رسول الله من الغنائم. حكيم طبعا شيلين كيسو بحين بحين وحوم صهر نبي هو يمد نبي يقول هو يجسي ان غنيمتي لا يصلح لدقال كي حلين حنين تصير كما نوسى من غيوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم ما ارت ايد القزبه رنتي عليس كذا لها نبي يقول في رسول الله وحيسي غنيمه حمركم مجمر يعني فاعطاه نبي حوسي ثم سأله هذا دي بيقول صلى الله دحوه يجلس فأعطاه النبي هذا إنه طول حتى بلغ ما أخذ 100 بعير والنبي هو يجلس يعني ما كان يشوف جيو إلا بقول رتيب وقاتل أنت. وكان يومئذ حديث إسلام ما كان إسلام هو كعصبة وأنا لو أقول هذا ما كان إسلام هو عصبيين وحجرة كاتيجوريا ده سديد ده ذكر الله رب حيا وحكوا جرة كاتيجوريا والمؤلفات قلوب ذلك قلوب تصدم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مركي النبي انت امرك ويجلس وصاوصي امرك ويجلس وصاوصي وبقال مركي مريس بيقول يا حكيم ان هذا المال حلوة خضرة وحالها حال مركي تاجنت ايش اللي ما مركي تاجنت ووح معان ودوق وكلا طبعا انا طبعا قفك بنادم كلام من البكر راح يستا اندي سوحي قبطان وحي الدوق ورنتي مر البنوان مركي قرين مركي يهين وقفك روح وطريما يعرب كيسوح كل دميو اه وحي معان وسيدي فمن اخذها بسخاوه نفس بورك له فيه قفكي هضبا قناعك قات شيلن هدو هل دولار كسوغل قناعه ماشي كل جست له بركين انت حالها انت دونها نقطه مركب قناعك قالت وذ كنتنت وقناعه ماشي جست له بركين. ومن اخذها باشراف نفس قفكي مركو قالني هنقلتك وكجرو ولي وراح كان يسير وروح محيهين ما معركتي انت الا يسير ما عين لم يبارك له في لهم بركة. وكان كالذي ياكل ولا يشبع وحنا كد جايين ام ولا مدين قفوا ما عندنا نروق يروحون طريقه لكن انا برقين واليد العليا خير من اليد السفلى كعنت صغريسه او تن يروح بحراء ايا كفر لبضل مد هرصتا يروح مكه قال الناس النبي كان مركو كلمه دا ويري طب حكيم محل مركي ولات امامي معني روام محل بريضه يسير جوجو معناه. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام مقوم مقلي وراه النبي كم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لن لا أسأل أحدا بعدك شيء الله حقك وصل صار وكل دارتي علي قلاشا عبء وحوي دي سندون أي ملا ولا أخذ من أحد شيء حتى أفارق الدنيا عبء وحقق أنظر أنا مجرته إلا أن الدنيا كتلو. وبر حكيم بقسمه أصدق البر دارتي ومالك أو دارتي وملمري. ففي عهد أبي بكر بل أرك وعلى سوق النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبو بكر بن سوقاني عهد أبو بكر الصديق مكة سوقاني أكثر من مرة. ففي عهد أبي بكر دعاه الصديق ده أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين فأبى يأخذه
وقتي عمر مركي اللي سوى أبو بكر أنت صجر بأي وحا ويرى أبو بكر يرى كالي حولها آد متيشطات حق ولا ده بيت مال المسلمين قاضي اللي نقف له ماشي اسم شارب أبو سعود يجري صام قاضي ودي في رمي وقتي أبو بكر ساسو كل دمان. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق وقتي عمر مركي اللي سوى قارن دعاه إلى أخذ عطائه كالب يروح لها قال فأبى أن يأخذ منه شيء أيضا سيرس وكالهود هذا نشاء مشاب مرة ربي عمر وقت هي أبو بكر وكلامها فقام عمر في الناس عمر مركي وضد مش لحتاي أشهدكم يا معشر المسلمين ولدي من خاتي جري من خاتي كان نقضى أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائي فيابى إن أنك حكيما حولي سوي يروني ركالة قال شنك وديري تانا لصعد وظل حكيم كذلك لم يأخذ من أحد شيء حتى فارق الدنيا نيكا حكيمها لوش شصاصة هاي شلن ضمبة مقالا أو حتى حقي ساء إلا الدين المكتبي وحنا كم تهدك إلهي يقول لي هاي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي سبحانه وتعالى يساقي انت كلام اللهم عريسه وبري عباد بن بشر وإلى هنا بالله التوفيق.